شهد معبر رفح اليوم تدفقا لعدد من الشاحنات لليوم الثالث على التوالي متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 110 شاحنات متنوعة ما بين مواد إغاثية ومحروقات. المزيد يطلعنا عليه محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية الكبيرة من أجل إنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتواجد معكم الآن في أعلى قمة في مدينة العريش، وبالتحديد في محيط المركز اللوجستي وبالقرب من مخازن الهلال الأحمر وبالقرب أيضا من مطار العريش الدولي. يعني كما نرى يعني في الشاشة الآن الآلاف من المساعدات التي تصطف استعدادا لدخولها من معبر رفح عبر منفذ كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بالعودة سريعا إلى معبر رفح البرية اليوم، فشهدنا أو لاحظنا طبعا انخفاضا كبيرا في عدد الشاحنات التي دخلت إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك بسبب الإجراءات التعسفية والتعنت الكبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. نتحدث اليوم عن 20 شاحنة فقط من المساعدات الغذائية والإنسانية منعت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 منها، وعادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية ليصبح العدد الإجمالي من دخل إلى الأراضي الفلسطينية من منفذ كرم أبو سالم 10 شاحنات فقط، هذا بالإضافة إلى 4 شاحنات من الغاز. كنا على مدار الأيام الثلاثة الماضية شهدنا ارتفاعا كبيرا وتدفقا في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وصلت إلى أكثر من 300 شاحنة على مدار 3 أيام. اليوم نتحدث عن 10 شاحنات فقط بالإضافة إلى 4 شاحنات من الغاز، هذا يعود إلى الإجراءات التعسفية والتعنت الكبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إزاء شعب يعاني أساسا من حصار كبير ونقص في المواد الغذائية ومواد طبية ومستلزمات الأدوية وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني. هذا ما لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.